تخلي الطبقة العاملة المغربية عيدها الأممي 2024. كما تتعرفوا هذه السنة ديال 2024 بعد جولة ديال الحوار الاجتماعي واللي كانت النتائج ديالها هي الزيادة العامة في الأجور تحسين الدخل بالنسبة للقطاع العام 1000 درهم على الشطرين، القطاع الخاص 10% بعد ما سبق الحكومة أنها كانت زيادة ديال 10% من قبل، بالنسبة للتخفيض الضريبي. وبالنسبة للمشكل اللي تنعتبره احنا مشكل ومس بالمكتسبات ديال الطبقة العاملة اللي هو التقاعد وقانون الإضراب، فالكونفدرالية الديمقراطية للشغل تطالب بعدم المس بالتقاعد. وبالنسبة لهذه السنة هذه 2024 اللي كانت هذه النتائج بالنسبة للقطاع الخاص، حنا باقيين تنطالبوا بزيادة في القطاع الخاص لأن تنعتبروا أن القطاع الخاص هو تيبقى ضحية ديال عدم احترام الحرية النقابية. حتى بالنسبة للأجور حنا تنعتبروا كاين حيف بالنسبة للقطاع الخاص، احترام الحرية النقابية لا زالت معظم الشركات تتعرف التضييق على العمل النقابي وطرد المكاتب النقابيه، وهذا تنتاسفوا ليه واللي غنبقاو ديما ككونفدراليه ديمقراطيه الشغل تناضلوا من اجل الحقوق ديال الطبقه العامله. وشكرا.